أهلا بكم. قبل عشرة أعوام ساد الظلام، أيام سود خيمت على البلاد والعباد، كل شيء انتهى تقريبا، واقع خطير ومستقبل مجهول تتقاذفه أمواج الأجندات والمشاريع الخبيثة. لوهلة تصور الجميع بأن تاريخ العراق وحضارته وسموه سينسف، لحظات الرعب تملأ الأزقة ونداءات الأراذل تتردد عبر مكبرات الصوت. أما البيوتات فقد هتكت حرماتها، أسرى وقتلى وانتهاكات لا تعرف لغة الرحمة، هزة ضربت كل أركان الدولة إلى أن صمت الجميع وعلى صوت الفتوى، نداء استنهض أصحاب الغيرة والهمة، فتحولت المظائف والدواوين من الوسط والجنوب إلى الجبهات، استجابة لم تستثني كبيراً أو صغيراً، مريض أو عاجز أو فقير، تزاحم الجميع نحو الشهادة، عنوان على فوق كل المسميات، دافع عن كل أطياف العراق بلا استثناء، يستنير بتوصيات المرجعية الدينية العليا ويسير بتوجيهات القائد العام. إنه الحشد الشعبي، أبطال ساحات القتال ورجال ميدان الخدمة والسد المنيع أمام كل المخططات والأجندات، والحامي الشرعي للمقدسات والساند لأهله في الشدائد والملمات، فمبارك لهم ذكرى تأسيسهم العاشرة. أهلا بكم. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. إذن محور ملفنا الأول سيكون مع معاون رئيس أركان الحشد الشعبي الحاج أبو علي البصري. مرحبا بحضرتك. أهلا بكم حاج. بداية، كيف يمكن أن نصف قوة وترابط الحشد الشعبي في هذا التوقيت؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا نرحب بكم ونشكركم على دعوتكم، ونرحب بالمشاهدين جميعا الكرام. أنت انتقلت إلى سؤال متأخر، يعني لم تتعرض إلى الفتوى وبداية التأسيس، والسؤال كان أنه شنو يعني نصف قوة وترابط مقاتلي الحشد الشعبي، سواء كانوا جنود أم قيادات أم بكل مفاصل الحشد الشعبي. الحشد الشعبي جاء من الفتوى، والفتوى هي التي أسست الحشد الشعبي، الخطوة الأولى لتأسيس الحشد الشعبي، والبناء الأول والأساس للحشد الشعبي هو الفتوى. نعم. فتوى المرجع الأعلى السيد آية الله السيد علي السيستاني دام ظله، الذي فاجأ العالم والذي تصدى للشر الذي عم العراق وكاد أن يعم العراق، يريد أن يعم العراق، الشر الذي دخل إلى العراق، وهذه القوى الإرهابية التكفيرية الضالة أرادت السيطرة على كل العراق، فأصدر الفتوى. بصدور الفتوى استجاب الشعب العراقي،
استجاب الشباب والشيب الصغار والكبار النساء والرجال، الجميع استجابوا. وحقيقة هذا أمر يجب أن يبقى فخر للعراقيين، أن يفخروا بهذه الاستجابة. بالفعل كانت صدمة، صدمة فتوى الجهاد الكفائي، صدمة للذين يشيعون بأن المرجعية لا تتدخل في الأمور الكبيرة والصغيرة، صدمة لأصحاب الأجندات الخارجية الداعمة لتفكير تنظيمات داعش الإرهابية، وحتى بالنسبة للأناس العاديين يعني ما كنا نشعر بخطورة تنظيمات داعش لأنها وصلت إلى مشارف بغداد ويستوجب الأمر فتوى جهاد كفائي. المرجعية تشعر بمسؤوليتها، ويجب أن نعلم من خلال هذا الموقف، من خلال هذه الفتوى ومن غيرها، أن المرجعية هي الأب الأعلى للبلد بل لكل المسلمين، وهي القائد الأعلى لكل البلاد ولكل مصالح الشعب ومقدراته، وتعلم بمسؤوليتها وتتدخل في الوقت الذي يجب عليها أن تتدخل. فهذا تدخلها كان واجب عليها كما عبرت يعني. وهناك عبارة ذكرت أن السيد السيستاني يقول أن هذه الفتوى ليست من عندي وإنما من الإمام علي عليه السلام، الإمام علي الذي تصدى للبغاة وانتفض ووقف بوجههم وحاربهم، سواء المارقين أو القاسطين أو هم ثلاثة الخارجين يعني الجمل الناكثين والمارقين والقاسطين، تصدى لهم الإمام علي. فيظهر أن هذه الكلمة التي نقلت أنه استنبطت من موقف الإمام علي عليه السلام في وجوب الوقوف ولو من قبل المسلمين ومن يدعون الإسلام، خاصة هؤلاء الذين يحملون الفكر الضال ويتصورون إسلام آخر هو هذا الإسلام، متعمدين أو غافلين أو جاهلين، يجب التصدي لهم لحفظ مصلحة البلد وحفظ البلد. فالسيد السيستاني تصدى وأصدر الفتوى، وكانت الاستجابة عظيمة بمستوى الفتوى. كيف أن الفتوى عظيمة وفاجأت الجميع كما عبرت عنها وصدمت الجميع، فكانت الاستجابة أيضا عظيمة وكبيرة وصدمت الجميع. هكذا يستجيب الشعب العراقي لهذه الفتوى استجابة نفخر بها. هناك من يرى أن تنظيمات داعش الإرهابية هي عبارة عن تنظيمات أو جيش عقائدي يصعب مقاومته، إلا أن تقاوم بجيش عقائدي مقابل يأتي بعقيدة ليستشهد ويدافع عن أرضه وعرضه. أيضا كلمة رئيس الوزراء اليوم ذكر أن القوة التي تتزاحم عليها الشباب وكبار السن، يعني جميع الأمم تتمنى أن تكون لديها هكذا قوة. نعم، القوة العقائدية قوة يعني لا تقهر، وقوة خاصة عقائدية وشعبية وعامة لا يمكن أن تقهر ولا يمكن أن تهزم، باعتبار أن المتطوعين تطوعوا بدافع الإيمان، نعم، بدافع الإخلاص، فكان حضورهم وكان اندفاعهم وكان تقدمهم بمراحل الانتصار تقدم سريع نتيجة هذا الإيمان ونتيجة هذا الإخلاص ونتيجة هذه الطاعة الكبيرة للقيادة. وطبعا إذا أردنا أن نتكلم عن التأسيس، لا بد من ذكر بعد الفتوى والاستجابة الواسعة من قبل أبناء الشعب العراقي، لا بد من ذكر القيادة التي تصدت لتنظيم هذه الجموع. وهؤلاء المتطوعين بمئات الآلاف يحتاجون إلى تنظيم، يحتاجون إلى تدريب، يحتاجون إلى تجهيز، يحتاجون إلى تسليح، يحتاجون إلى قيادة، وكل هذه العمليات تصدى لها الكوادر المؤمنة المخلصة الموجودة في داخل العراق، وعلى رأسهم الحاج أبو مهدي والحاج قاسم. الله، كلاهما تعاونا معا من أجل بناء هذه القوة وجعلها قوة عسكرية عقائدية جهادية تتحمل المسؤولية وتتقدم لتحقيق الهدف، وهو دحر الدواعش، محاربة الدواعش. وفعلا برزوا إلى الدواعش بكل قوة وبكل بسالة وبكل تضحية وإقدام، لا يعرفون الخوف ولا يترددون، يتسابقون للشهادة. حقيقة المؤمنين المخلصين كانوا في مقدمة القوات، هذه الجموع الغفيرة كانت تتبع قادة مؤمنين مخلصين، وكانوا هؤلاء أمام الآخرين، فقاموا بعملية التنظيم بسرعة
بنفس الوقت الذي ينظمون فيه صفوفهم بشكل سريع يتجهزون ويتسلحون ويتعبؤون ويدخلون المعركة. فحصل هذا التنظيم السريع وبني مقر الحشد الشعبي، وأصبح الحشد الشعبي هو القوة الجهادية المضحية التي تتصدى لداعش، وكانت عقيدتها هي العقيدة الصحيحة، وعقيدتها وعقيدة أتباع هذا الوجود أقوى من عقيدة أولئك المشوهة، العقيدة الخاطئة، العقيدة الضالة، بل كانوا لا يمتازون حتى بالإنسانية. عقيدتهم ونظرتهم إرهابيين، وهم يكفرون الجميع ولا يستطيعون أن يتعايشون مع الجميع، وينظرون للجميع يجب قتلهم، وهم يدعون أنهم هذا العمل يقومون به طاعة لله وقربة إلى الله. هذه عقيدتهم، أنه عملهم هو لله، عمل إسلامي، ولكن ما مبني على أسس متينة. فكانت العقيدة وهذا الكيان الداعش كان أضعف من الحشد الشعبي، ولهذا الحشد الشعبي تقدم بشكل سريع، طبعا إضافة لعوامل القوة الأخرى غير عامل الإيمان والعقيدة والشجاعة والاندفاع، هو عوامل وجود الكوادر صاحبة التجربة. نعم. العراق مر بتجارب، منها تجربة زمن النظام السابق وتطوع وتواجد وتشكل قوات معارضة لذلك النظام، وعلى رأسها والمعروف منها وبارز هو فيلق بدر، تشكل من المعارضين للنظام، أيضا قوة عقائدية جاهدت النظام بدافع إسلامي ودخلت المعارك واكتسبت التجارب وربت قادة. بعد ذلك ابتلي العراق بالاحتلال الأمريكي، وأيضا تصدت فصائل المقاومة للاحتلال، وسنين مقاومة الاحتلال من قبل الفصائل أيضا تربت قادة وأصبح هناك كوادر. فهؤلاء الكوادر، كوادر فصائل المقاومة، كوادر فيلق بدر، هؤلاء المجاهدين القدماء تصدوا للقيادة، وعلى رأسهم ومن ينظمهم ويوزعهم ويضع لهم الهيكلية لهذا التشكيل هو كان الحاج أبو مهدي والحاج قاسم. إلى جانبه حاج، نتحدث عن الحشد الشعبي اليوم خاصة بعد مرور عقد من الزمن على التشكيلة، كيف تصف تطور الحشد الشعبي خلال هذه العشرة سنوات عبر تشكيلات كافة، مديريات كافة، وأين تكمن قوة الحشد الشعبي؟ نعم، نبدأ من نقطة قوة الحشد الشعبي. قوة الحشد الشعبي تكمن في إيمان قادته وإيمان أكثر عناصره، وعامل الإيمان يعطي قوة للإنسان، قوة في صلابة الإنسان، في صبره، في إقدامه، في تضحيته، في شجاعته وقدرته على هزيمة العدو، يصمد أمام الأعداء. هذا الإيمان هو العنصر الأساسي لقوة الحشد الشعبي. وعمل قادة الذين هم كانوا في مرتبة عالية من الإيمان والإخلاص، عملوا على تطوير الحشد الشعبي، بناء الحشد الشعبي وتطويره. ومن زمن الحرب، كان من زمن القتال مع داعش قبل تحقق النصر، كان الحشد يتقدم بشكل سريع في حالة تطور، ويكمل وضعه سواء بالتدريب، بالقيادة، بالنظرية، بالهيكلية، بالتنظيم، وكذلك بالتجهيز والتسليح. طور الحشد الشعبي أثناء المعارك سلاحه، كان يقاتل في الأيام الأولى بأسلحة خفيفة، بأسلحة محدودة، لكن مع الأيام كل ما احتاج إلى شيء أدخل السلاح الذي يواجه أو يسد الحاجة. ومنها مثلا احنا واجهنا في معضلة كبيرة وشديدة وصعبة جدا، تجاوزها كان صعب، وطبعا من البداية كان موقف الجمهورية الإسلامية ساند انه ويحل لنا كثير من المشاكل. واجهنا المفخخات المدرعة، مفخخة بالبداية سيارات عادية مفخخة تضرب بالار بي جي تنفجر وما تستطيع أن تصل إلى قطاعاتنا. بعد ذلك جابوا سيارات مدرعة أو آليات مدرعة ووضعوا فيها المتفجرات، فكانت تتقدم تضرب بالسلاح الار بي جي أو المية وستة اس بي جي ناين لا يؤثر فيها. وفعلا قدمنا شهداء، منطقة بيجي قدموا 20 سيارة مفخخة، كل 20 وصلت إلى قطاعاتنا، ما استطعنا أن نوقفها نتيجة كونها مدرعة، وقدمنا العديد من الشهداء. وسرعان ما جلب لنا سلاح الكورنيت
أصبح ضمن القدرة القتالية وضمن القوة العسكرية، فتطورنا في السلاح، دخل الكورنيت، دخلت الوسائل الأخرى لمواجهة العبوات والمفخخات أو الأشياء المتفجرة، فهذه أيضا بشكل سريع تم تدريب عناصر تفكك العبوات، كانت هذه معضلة، يعني تتقدم قطاعات من السيارات وقطاعات راجلة وتنفجر عليها العبوات المزروعة في الشوارع وفي الأماكن اللي يتوقع منها تقدمنا، يزرعونها كانوا يقطعوها بالعبوات الناسفة. فتطورنا من ناحية التدريب، أعددنا قوات متخصصة سواء في مجال المتفجرات أو في مجال مقاومة الدروع أو في مجال المدفعية أو في المجالات الأخرى، وأيضا بنينا وكوننا التخصصات اللي نحتاجها مثل الهندسة العسكرية. الهندسة العسكرية كانت تتطور يوما بعد يوم، وكلما واجهنا صعوبات ووعورة في الأرض وتحصينات وما شاكل كنا نزيد من قدرتنا في الهندسة العسكرية، وكان للهندسة العسكرية دور كبير في فتح الطرق والالتفاف من خلف العدو، كثير من المعارك هزمتها الهندسة العسكرية قبل أن يهزمها السلاح وتقدم المقاتلين. أيضا طورنا الطبابة، طبعا معارك شهداء وجرحى وغيره نحتاج إلى طبابة قوية، طورنا وامتلكنا واشترينا وجلبنا مستشفيات صحرائية ميدانية تفتح في الميدان قريبة من المقاتلين، لا ينقل المقاتل مسافة طويلة وينزف دمه وغيره، وإنما مستشفى في الخطوط الأمامية. فكل هذه الأمور تم تطويرها أثناء المعارك. بعد المعارك بدأنا مرحلة أقوى بالتطوير سواء بالتنظيم أو بالتقنين. كان الحاج أبو مهدي بعد الانتصار كان حريص على أن يوضع قانون للحشد الشعبي. أنا من الناس، خاصة كان أكو تعليق لرئيس الوزراء آنذاك القائد العام للقوات المسلحة أنه يطبق القانون العسكري النافذ على الحشد الشعبي. في الحقيقة أنا من الناس اللي قلت خو كل جين قانون حاضر ونطبقه. الحاج أبو مهدي كان يصر أن يكون قانون خاص للحشد الشعبي، وبين أنه قانون خاص يحفظ وجود الحشد الشعبي ويعطي للحشد الشعبي شخصية حقوقية وشخصية قوية مستقلة أكثر مما يعتمد على القوانين الأخرى. وفعلا عملنا على كتابة القانون، وكتب من زمن الحاج أبو مهدي ونوقش، ولكن الحمد لله في المدة الأخيرة قانون الخدمة والتقاعد صوت عليه في مجلس الوزراء وقدم إلى مجلس النواب، وهكذا المجالات الأخرى. من ناحية التدريب أصبحت يعني تخصصات متعددة، وفتحنا معسكرات أكثر من السابق، تدريب عام وتدريب خاص، تدريب تخصصي، تدريب على القيادة، تطوير القادة، كل القادة دخلوا دورات. الآن ما عندنا قائد الآن آمر في فوج أو لواء أو آمر لواء أو قائد قاطع إلا ودخل دورة القيادة. حاج، حتى من تجاوز موضوع قانون الخدمة والتقاعد، يعني الآن قانون الخدمة ساري المفعول لو يحتاج بعض الأمور الإدارية؟ لا، القانون الخدمة بعد ما صوت عليه بالبرلمان فما أصبح ساري المفعول إلا بعد أن يصوت عليه ويطبق. هو سؤال هنا، متى يتم التصويت عليه وليش ما شهدت يعني الجلسة السابقة وجود القانون بجدول أعمالها؟ نعم، أكو ضرورة اعتماد قانون الخدمة والتقاعد على قانون للحشد. قانون الحشد قانون مختصر، هو اللي أقر الحشد كوجود عسكري رسمي موجود داخل صوت البرلمان على قانون الحشد، ولكن قانون بصفحات معدودة، قانون رقم 40، فيحتاج إلى توسعة، يحتاج إلى تفاصيل أخرى، يحتاج إلى تكميل إلى آخره. هذا أيضا العمل موجود عليه، وإن شاء الله قريبا يكتمل تعديل القانون، هذا القانون 40، ويصبح أساس لقانون الخدمة والتقاعد. وأظن يتم التصويت عليهن سوية، أو يجب أن يكون قانون الأساس بالبداية يصوت عليه، بعد ذلك يصوت على قانون الخدمة نقدر والتقاعد. من خلالك نطمئن يعني المجاهدين بالحشد الشعبي لو ممكن تكون خلافات عليه داخل مجلس النواب عدم تصويت؟ هاي تعتمد على موقف الممثلين الشعب. أنا حقيقة نظرتي أن الشعب مع الحشد الشعبي، الشعب هو أب الحشد الشعبي، الحشد الشعبي ابن الشعب ومن الشعب، وهو اسمه الحشد الشعبي،
وهذه التلبية الواسعة لفتوى المرجعية فالشعب مع الحشد الشعبي، ممثلين الشعب أيضا مع الحشد الشعبي، هناك ربما بعض وجهات نظر وغيرها في بعض التفاصيل، هذه تحل بالمناقشات بالتفاصيل. أما رفض قانون الحشد الشعبي، رفض الحشد، فهذا أظن غريب على ساحتنا العراقية. نعم. وعلى شعبنا العراقي وبرلماننا. حاج، لماذا نرى استمرار واضح لاستهداف الحشد الشعبي سواء إعلامي أو أجندات أو مشاريع معينة، وآخرها الاتهامات الأمريكية اللي ردت عليها وزارة الخارجية العراقية؟ وصوتك بعض الكلمات يعني لماذا نرى استهداف للحشد الشعبي، مؤسسة الحشد الشعبي باستمرار ومن أجندات خارجية، استهداف بكافة الوسائل سواء إعلاميا أو غيرها؟ أنا أظن الإعلام وغير الإعلام هو شأن يعني الواقع الموجود. بعد صدور الفتوى وتشكل الحشد الشعبي وقيام معركة، أنا أظن وأعتقد أنه أصبحت هناك جبهتين، جبهة تدافع عن العراق وشعب العراق تتبع المرجعية، وجبهة أخرى تريد الإطاحة بالعراق وتريد القضاء أصلا على العراق كما هؤلاء الدواعش كانوا يريدون القضاء على نظام العراق وعلى دولة العراق وحتى على شعب العراق وحتى على حسب تعبير المرجعية على ماضي وحاضر ومستقبل العراق، كله كانت هذه القوى الشريرة تريد القضاء عليه. فهؤلاء معهم إعلام، معهم أتباع، هناك إعلام وأتباع مساندين لجبهة الحق، وهناك إعلام وأظنهم الإعلام المساند لجبهة الباطل كان أقوى من الإعلام المساند لجبهة الحق مع الأسف، وهناك أعداء، هؤلاء أعداء من لا يريدون الحشد ويرفضون الحشد ويحاربون الحشد، أنا أعتبرهم أعداء هؤلاء. فهذا اللي يصدر من الأعداء هم أعداء لا يريدون الخير لعدوهم يحاربونه، فلماذا يصدر ولماذا نشاهد؟ لأنهم مع الأعداء، اصطفوا مع الأعداء جهلا ربما أو عمدا، هم مع الأعداء. وهناك من يدافع عن الحشد الشعبي، وأظن من يدافع عن الحشد الشعبي عدده أكثر، كما لاحظنا أن الحشد الشعبي وتلبية الفتوى كانت بأعداد كبيرة وكان العدد الأكبر، إلى جانب الحق والدفاع عن الحق. حاج، هل تم إنصاف مجاهدين الحشد الشعبي وبالأخص عوائل شهداء الحشد الشعبي برأيك؟ طبعا هذا توصية المرجعية وتوصية كل ضمير حي وكل إنسان حر وكل إنسان منصف وكل إنسان شريف، أنه يجب أن ينصف عوائل الشهداء بالذات، يجب أن يعيشوا حياة كريمة بعد أن قدموا من يعيلهم، والذي يعيلهم قدم نفسه في سبيل الوطن. نعم. فالحكومة والشعب العراقي كله مسؤول عن توفير العيش الكريم لعوائل الشهداء، ومسؤول عن توفير العلاج للجرحى والمعاقين، فإقامة الحكومة بتوفير، والحشد الشعبي أسس مديريات تقوم بهذا الواجب، وهناك مؤسسات موجودة في الدولة، وقدم الكثير من الخدمات لعوائل الشهداء وللجرحى، ولكن أنا أعتقد لم يكن بالشكل الكافي. نعم. وبالشكل المطلوب، ويحتاج التفاتة أكثر ومتابعة أكثر، وينبغي أن تكون هناك متابعة جدية لتوفير الحد المطلوب لرعاية عوائل الشهداء ولمعالجة الجرحى، هذا ينبغي أن يكون موجود، وهذا أمر يعني إنساني وأمر من باب الوفاء لهؤلاء المضحين ومن باب العزة والكرامة لهذا الشعب أنه لم يترك هؤلاء الذين يضحوا من أجله، وإنما رعاهم واهتم بهم وداعا وطالب من أجل الرعاية لهم والقيام بواجبهم وبإنصافهم. فأظن إن شاء الله هذا الأمر ما متروك، ورئيس الوزراء قائد العام يعتني بهذا الأمر ويدعم هذا، يدعم الحشد الشعبي ويدعم هذه الطبقة المضحية. أهم شريحة بالحشد الشعبي هم عوائل الشهداء، ما ممكن أن نرى يعني أطفال من ضحى وجاد بنفسه في تلك اللحظات اليوم نشوفهم مثلا دون مأوى أو بيت أو سكن أو حتى راتب. وزعت كثير من القطع وبنيت الكثير من البيوت وسكنت
يعني أسكنت الكثير من عوائل الشهداء، ولكن أنا كما ذكرت أنه لم يكن بالحد المطلوب وبالشكل الكافي، لا زال أكو هناك عوائل لم يصل إليهم السرة مثل ما نقول النوبة، لم تصل إليهم ولا زالوا لم يسكنوا، لا زال موجود هناك عوائل الشهداء، ولا زال هناك جرحى يعانون لم يصل إليهم العلاج الكافي. نعم. يحتاجون إلى الالتفات لهم، بس رغم هذا أنا أقول موجود، بس يحتاج إلى متابعة من أعلى المستويات، ويحتاج متابعة من كل أبناء الشعب العراقي. نعم. وأنا أظن هكذا يعني قرأت في خطبة صلاة الجمعة للمرجعية أنه تحمل المسؤولية رعاية عوائل الشهداء ورعاية الجرحى كل أبناء الشعب العراقي، يعني تقول مسؤولية الجميع. بالطبع. فإن شاء الله الجميع إذا قاموا بمسؤولياتهم إن شاء الله ينصف هؤلاء المضحين. هؤلاء حاج نستثمر وجودك، ولو بعض الرسائل اللي وصلتنا من قبل مجاهدين الحشد الشعبي، بعض يصعب مثلا عليهم الوصول إلى القيادات، والمواضيع أغلبها إدارية، لكن يسألون عن موضوع فروقات 2015 اللي لم تصرف إلى المقاتلين، 2019 فروقات 2023، شنو مصيرها؟ ممكن اكو امل انه تصرف؟ والله الحقيقه يعني احنا عندنا اجهزه ومديريات وغيره وموزعه المسؤوليات. نعم. انا الحقيقه مو من ضمن مسؤوليتي واضح متابعه الفروقات وغيرها. نعم. بس ادري انه هذه اعلن عنها انها ستصرف، وصرف اظن هي شهرين كانت في عام 2015، الموازنه انقطعت والراتب كان بسيط، بس لشهرين لم يصرف وأعلن أنه سيصرف، وأظن أنه صرف لشهر بقى شهر آخر، فأكو فد نوع من التأخر وغيره بالموازنة مجرد أن تتوفر، لأنه أعلنوا أنه سيصرفون هذا. بالتالي جميع الحقوق مضمونة، حتى قضية الفروقات والقضايا المالية الأخرى جارية ماشية، يعني رواتب الحشد الشعبي من أفضل الرواتب ربما للمتعين الجديد، وهذه مصروفة ماشية تصرف شهرياً، ويعني ما اكو مشكله بها. نعم. الحشد الشعبي اليوم من غير الجبهات القتال اليوم داعم اساسي للحكومه، خاصه بقطاع الخدمات والدعم اللوجستي وغيره، شنو ابرز القطاعات وابرز الامور اللي تدعمون بها الحكومه الحاليه؟ الحقيقه احنا بعد ان قدمنا ما نستطيع من اجل تحرير الارض والدفاع عن الشعب العراقي وتحرير كل الناس الذين كانوا تحت سيطرة الدواعش، وحققنا الانتصارات بشكل سريع، الانتصار تلو الانتصار. نعم. في عمليات عديدة حتى حررنا كل الأرض بعد أن أعلن عن تحقق الانتصار. نحن نذرنا أنفسنا، الحشد الشعبي بزمن الحاج أبو مهدي قال أنه علينا أن نسخر كافة طاقاتنا وإمكانياتنا الموجودة بالحشد الشعبي لخدمة الشعب، وفعلا هم لم تمر فترة طويلة إلا وتعرضنا إلى الفيضانات في الجنوب. نعم. فهب الحاج نفسه الحاج أبو مهدي ومعه الجهد الهندسي الكبير لمواجهة وللوقوف بوجه الفيضان ومساعدة الناس الذين تعرضوا للفيضان، ولم تمر فترة طويلة وإن كان هذه بعد شهادة الحاج. نعم. إلا وأصبنا بجائحة كورونا، أصيب الشعب العراقي وكل العالم، فكان للحشد الشعبي دور كبير بواسطة هذه المستشفيات التي ذكرتها والقدرات الكبيرة التي حققها الحشد الشعبي لنفسه في مجال الطبابة، وطبابة الحشد الشعبي تصدت وشاركت في إنقاذ الذين أصيبوا بجائحة كورونا، وطرق كثيرة، بعض القرى لم يصلها طريق معدل على الأقل غير معبد، وحتى بعضها معبد، فنزلت الهندسة العسكرية أيضا وعدلت وسوت كثير من الطرق، فتحتها بشكل تصلح يعني للسلوك، وحتى ربما يعني شاركت في تعبيد وتبليط بعض الطرق، وهكذا أعمال كثيرة. وأخيرا أسست شركة المهندس التي يعني مسؤولة أو تريد أن تقوم بمختلف الأعمال ضمن يعني الأعمال غير العسكرية، الأعمال الخدمية، وأيضا لدينا هيئة أو مديرية الخدمة
الخدمة الاجتماعية أو الخدمة ضمن اللجان الخدمة الحكومية ضمن اللجان اللي مشكلها رئيس الوزراء اللي هو رئيس وزراء وزارة خدمة، فنحن لدينا مشاركة كبيرة في هذه الأعمال الخدمية التي يقوم بها رئيس الوزراء والمشاريع الخدمية الموجودة في العراق. فشركة المهندس قامت بالزراعة وتصدى نفس الحاجة أبو فدك، حضر في الميدان وكثير من الأراضي يعني أحيت وحفرت الآبار عشرات ربما مئات الآبار وزرعت ملايين يعني الكيلومترات الشكل يعني هذه كلمة مليون كانت تطلق يعني أنه أكثر من يعني عدد بالآلاف، أنه ربما عدد النخيل أيضا كان عبر يعني الآلاف إلى مليون أو أكثر من مليون نخلة، وهكذا للحشد الشعبي مشاركة في مختلف المجالات دعما للشعب وحلا لمشاكل الشعب ومساعدة للحكومة في مشاريعها الزراعة والصناعة والري وما شابه. جهودكم واضحة بكل المجالات. معاون رئيس أركان الحشد الشعبي الحاجب أبو علي البصري، أشكرك جزيلا الشكر على هذه المتابعة. شكرا لك. الله يحفظكم ويوفقكم إن شاء الله. الله يسلمكم. إذن مشاهدينا، ختام ملفنا الأول بأبرز ما جاء في منصة إكس حول الذكرى العاشرة لتأسيس الحشد الشعبي، نتابع. إذن مشاهدينا، محور الحديث في ملفنا الثاني راح يكون مع مسؤول إعلام وعلاقات الدفاع المدني العقيد رحمن حسين مهدي. سيادة العقيد مرحبا بحضرتك. أهلا ومرحبا. أهلا بجنابك سيادة العقيد. خطر الحرائق يزداد تدريجيا مع ارتفاع درجات الحرارة في العراق في كافة المحافظات، يعني خطر الحرائق حتى الآن لا يزال قائم دون حلول واقعية حقيقية ربما يشوف البعض هيك. تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية نبارك للحشد الشعبي للذكرى العاشرة لتأسيسه. والحديث عن الحرائق يعني أسبابه هو تهاون وإهمال بتطبيق متطلبات الوقاية والسلامة الخاصة بالدفاع المدني، سواء كانت على القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو المشترك. كل بداية موسم طبعا هي الكشوفات مستمرة طيلة أيام السنة بمعدل الكشفين للمنشأة أو المصنع أو المعمل أو القطاع الخاص. يعني حسب المادة العاشرة البند السادس على الدفاع المدني إجراء الكشوفات وتثبيت ما يتم تثبيته من متطلبات الوقاية والسلامة. الكشف الأول يثبت المخالفات أو المتطلبات، وبعد فترة راح يكون كشف ثاني، وهذا الكشف الثاني متابعة للكشف الأول. زين. إذا ما تم تنفيذ هذه المتطلبات راح يكون طبعا بالخط الآمن والسير الآمن. هذا من شو وقت تطبق القانون؟ هذا من قانون رقم 44 لسنة 2013. زين. هذا
يعني على طيلة أيام السنة، ولا يمكن أي منشأة أو أي وزارة أو أي معمل إلا أن يكون كشف من قبل الرقعة الجغرافية، ضابط المركز للرقعة الجغرافية، يتم مسح المنطقة ويحدد هناك منشآت الصنف أليف ومنشآت الصنف باء ومنشآت الصنف جيم. هذه التصنيف اللي هي مؤسسات الدولة والمختلطة والخاص. سيادة العقيد، إذا كل هذه القوانين الرادعة موجودة اليوم، شلون نشوف هذه المخالفات اللي لا تعد ولا تحصى اللي موجودة؟ طبعاً أنا قلت لك من البداية، يعني هو تهاون وتقصير في تثبيت هذه المخالفات. تقصير من قبل منه؟ أصحاب المنشآت، أصحاب المشاريع. يعني نلاحظ مادة بملايين الدولارات تحفظ في أماكن غير مخصصة، الخزن الخطأ، الخزن العشوائي، عدم صيانة الكهرباء، عدم الامتثال لقوانين الدفاع المدني. يعني احنا في عام اليوم كجهة مسؤولة وعندك قانون وعندك عقوبات، حاسب وافرض غرامة وعاقب واسجن ونفذ. طبعا احنا يعني سوى دراسة مديرية الدفاع المدني، هذه الدراسة تعديل 4 مواد وإضافة مادتين، وحاليا في مجلس النواب، يعني نتمنى أنه يتم التصويت عليها. راح تكون العقوبة أشد، لأن حاليا العقوبة لا تتناسب مع حجم المخالفة. هذا التوسع العمراني الكبير. نعم. التوسع العمراني، البناء العشوائي، يعني احنا ملزمين بالقانون المادة 33، إحالة المخططات، المخططات الأبنية معدد الطوابق إلى الدفاع المدني ليثبت ما يتم تثبيته من الشق الهندسي، وهو الأساسات والغرفة الحصينة والملجأ وما يعني ما يتطلب من الأمور الهندسية. والشق الثاني هي متطلبات الوقاية السلامة، نثبتها قبل ما يبني المشروع، قبل ما يبني المشروع، ونبدي وياه بمراحل البناء المختلفة، من ضمنها طبعا المحسسات، ومن ضمنها منظومة الإطفاء، ومن ضمنها الهوز رويل، ومنها عدم بناء بالأليكابوند والسقوف الثانوية، الساندويتش بانل، هذه كلها ممنوعة للدفاع، ولا يمكن أن نوافق على هذه. هذه ممنوعة اليوم، ما راح نلقى مثلا ما موجودة بالشارع العراقي طبعا الأسواق مخازن ساندويتش بانل أو استخدام مواد ممنوعة، موجودة لو ما موجودة. هو هذا اللي نقول عليه التقصير والتهاون. يعني التقصير مو بس من قبل المواطن، التقصير من قبل الجهات الرقابية أيضا. احنا بالنسبة لنا كدفاع مدني نقدم تقرير كامل للجهات المعنية انه هذا البناء مخالف، هذا البناء غير قانوني. احنا يعني لي حد قبل فترة شكلنا فريق برئاسة مدير الدفاع المدني اللواء الحقوقي محسن كاظم علي، واجرينا اختبار على نوع من انواع الساندويتش بانل المقاوم للحرارة، يتحمل حرارة 750 درجة مئوية. نعم. وكانت تجربة ناجحة جدا، وهذا النوع من السندويتش بانل لا يمكن أن يحدث حريق، يتحول إلى ذرات رمل. وهذه يعني أنا شخصيا كنت حاضر في هذه التجربة وبأمرة سيد مدير الدفاع المدني. لكن هذا المواطن أو صاحب المشروع يعني يبحث عن الشيء الأرخص. طبعاً يروح يبني أرخص. ولكن هو الأخطر. على المواصفات هذا غالي. زين. شنو الصلاحيات الممنوحة لكم؟ تعاقبون، تغلقون، تغرمون في حال وجدتم مخالفات؟ نعم، طبعاً المخالف يتم تبليغه، يعني الكشف الأول، الكشف الثاني، لقيناه مخالف راح يتم تنبيهه بالحضور إلى جلسة الفصل. زين. جلسة الفصل هذه محكمة مصغرة داخل الدفاع المدني. وفق المادة 20 و21 من قانون الدفاع المدني، يرأسها مدير الدفاع المدني وعضوية ضباط قانون، راح يفتح ملف هذا المشروع ويناقش صاحب المشروع أسباب عدم تطبيق متطلبات الوقاية السلام. طبعا يغرم ويرفع إلى سيد المحافظ بخصوص الغلق. من يحدد كمية الغرامة؟ طبعا المادة القانونية فيها بنود أنه احنا لذلك يعني قدمنا مقترح انه تعديل المادة 20 و21، لانه المخالفة مثلا مشروع فيه 10 مليارات يغرم بمليون او يغرم ب 250 او 10 مليون، ما يأثر يقول لك انا يدفع الغرام، لا تغرم بالسنة. لكن احنا نطالب المخالف يغلق لحين ازالة المخالفات، وهذا قانون داخل مجلس النواب نتمنى انه يصوتون عليه. هذا افضل حل ممكن. طبعا اكيد، يعني احنا
خلال لحد من 1/1 إلى 13/6 يعني 1499 حالة محالة إلى جلسة الفصل، وتم تغريم 603 حالة، تغريمهم بخصوص المخالفات اللي داخل جلسة الفصل. هذه أكثر من 2000 مخالفة، بالتالي اعطيني إحصائية اللي ابتعدوا عن المخالفات. 515 حالة تم إحالتها إلى محكمة الجنح. هذا اللي ما يمتثل، لا اللي امتثلوا وطبقوا قوانين السلامة. 603 كل زين. 603 طبعا تم مناقشة ملفاتهم من قبل سيد مدير الدفاع المدني. هناك بعض المشاريع يعني نفذت 70%، فيطلب من لجنة جلسة الفصل انه تمديد الفترة يمدد يا اما 30 يوم او 60 يوم او 90 يوم، منحه فرصة اخرى لتنفيذ. يعني احنا الحالة هذا الفريق هو اللي يحدد انه تمديد الفترة، لانه شفناه مثلا منفذ 70% من هذا. نعم. ويريد فترة انه ينفذ، لا بأس نمنحه هذه الفترة في سبيل انه يكون على الخط الامن. 565 حالة انحالت الى محكمة الجنح. هذا اللي ما يمتثل، يعني مثل ما نلاحظ عندنا في محافظة النجف عمارة بست طوابق، خزن غير أصولي من الأرضية إلى السقوف، مواد خاصة بالتبريد في الساحات في الممرات، الساحة اللي مقابل البناية. من صار الحادث ويعني ناقشنا ملف هذه انه محال الى جلسه الفصل، محكمه الجنح راح يحكم عليه بالسجن له ايضا غرامه، ينطي غرامه. طبعا طبعا هو راح يكون مخالف على محكمه الجنح، يا اما بالسجن او بالغرامه او بالغرامه او بالغرامه، الغرامة راح تكون بالنسبه للمشروع مبلغ. فالمشكله شنو؟ المشكله انه يعني هو مو حريص، يعني صاحب المشروع مو حريص على 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 المشروع مالته. سيادة العقيد، اذا نريد نقارن نسب الحرائق بالعراق حاليا مع دول الجوار. نعم. هذه النسبه طبيعيه لو مرتفعه بالعراق؟ لا، اقل جدا من الحوادث. يعني احنا في عام 23 عندنا 23019 حادث، مقارنه بعام 24 لحد الشهر الخامس 5544، انخفاض واضح بمعدل 44%. طبعا هذا الانخفاض له اسباب بالتاكيد. في بدايه 23 يعني قامت مديريه الدفاع المدني بحمله كبيره جدا للكشوفات. نعم. والتجديد على الكشوفات، اضافه الدعم الكبير من السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الداخليه. نعم. وكان سيد مدير الدفاع المدني على رأس الفرق التي يعني بهذه الدعم ببناء 100 مفرزة داخل بغداد والمحافظات، وكان حصة الكرخة 11 مفرزة نموذجية، وحصة الرصافة 12. نعم. والباقي متوزع على كافة المحافظات. شأن هذه المفارز أنه تصل بأسرع وقت لمحل الحوادث، إضافة يعني هي قيمة الدعم 50 مليار، 25 لبناء المفارز و 25 للتعاقد مع عجلات حديثة تتناسب وحداثة. سيادة العقيد، أسألك عن مدى تعاون المؤسسات الحكومية معكم كجهة مختصة، إذا نتحدث مثلا عن مستشفيات، عن دوائر خدمية وغيرها. طبعا المادة 35 من قانون الدفاع المدني يتحمل مسؤول الدائرة أو المنشأة في حالة حدوث حادث حريق بسبب الإهمال، مدير الدائرة ملزم أن ينتخب مجموعة من الموظفين تسمى بفرق الحماية الذاتية، وهذا مهم جدا. يعني احنا دائما نأكد على فرق الحماية الذاتية بالمؤسسة الحكومية. نعم. هذا الفريق يكون هو المستجيب الأول للحوادث وليس الدفاع المدني. نعم. الدفاع المدني ساند لهذه المفارز، فرق الحماية الذاتية ينتخب عدد من الموظفين ويدخلهم دورة داخل الدفاع المدني. نعم. ويكونون هم دفاع مدني داخل دوائرهم. احنا في بعض المصانع في بعض المعامل لقينا عجلة اطفاء ولقينا فرق حماية ذاتية مرتدين زي الدفاع المدني. نعم. ويمارسون دفاع مدني، حالهم حال الدفاع المدني. وفي الحوادث كثيره لقيناهم اذا المستشفى نصها سندويش بانل يعني مواد
تساعد على الاشتعال. هذه الموظفين الأربعة خمسة شو يريد يسوي إذا اشتعل الحريق؟ طبعا المستشفيات مهمة جدا. احنا يعني اكو بعض المستشفيات متعاونة جدا، يعني احنا مستشفى ب 400 سرير تم غلقه لانه بناء من السندويتش بانل، مستشفى الطفل في الكاظمية تم إزالة المخالفات، مستشفى الكاظمية التعليمي هاي في جانب الكرخ، اما في جانب الرصافة كثير جدا. هناك بعض المستشفيات احنا لما نشوف المخالفة في دائرة ما، احنا دورنا نكتب الى مراجع هذه الدائرة، يعني مثلا في مستشفى نكتب للصحة، في مدرسة للتربية، في منشأة ما نكتب الى وزارة الصناعة. هو انا هذا كان سؤالي، نسبة او مدى يعني تطبيقهم لإجراءات السلامة، تعاونهم مع هذا الأمر؟ النسب متفاوتة، النسب متفاوتة طبعا من وزارة الى اخرى، من وزارة الى اخرى، بس يعني نلاحظ وزارة الصحة متعاونة جدا ونفذت المتطلبات والمخالفات إزالتها بأسرع وقت، لأنه هذه أرواح. ويعني آخر حادث في مستشفى الزهراء تم إنقاذ 41 طفل خدج بصولة سريعة من قبل أبطالنا الدفاع المدني، وتم إخلاء المرضى وإخلاء العاملين، وطبعا هناك خطة إخلاء بكل مستشفى، وسلم طوارئ وأبواب طوارئ لا يجب توفيرها بهذه المنشآت. هذه من 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 حالها انه ساعد في تقليل الخسائر. يعني احنا مثلا استهدفنا في كل بداية السنة نستهدف اكبر شريحة بالمجتمع هي شريحة الطلبة، وهناك يعني عدد لا يحصى من المحاضرات للطلاب ابتداء من رياض الأطفال وانتهاء بالجامعات والكليات. آخرها تم التعاقد، يعني تم التفاهم مع وزارة التعليم والبحث العلمي، وأرسلونا 186 تدريسي تم إدخالهم بدورة لمدة 30 يوم داخل الدفاع المدني، وهم أصبحوا معلمين الدفاع المدني. أيضا تم تزويدهم بكتيب المختصر بالدفاع المدني، هذا راح يدخل ضمن المنهاج، منهاج الجامعات والكليات. جيد. أيضا وزارة التربية نفس الخط ده نشتغل وياها. سيادة العقيد، يمكن المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق المواطن بتقليل نسبة الحرائق. اليوم شو نشوف وعي المواطن العراقي، وبالتالي اليوم نشاهد انخفاض كبير بنسبة 44% حققته، هذا إنجاز يحسب لكم أيضا. نعم طبعا وعي المواطن مهم جدا. احنا يعني ليش استهدفنا يعني شريحة الطلبة؟ لانه اكبر شريحه بالمجتمع. نعم. المواطن احنا اطلقنا حمله يعني الحقيقه الدفاع المدني ولاقت يعني استقبال طيب، انه الدفاع المدني في بيتك، انت تختار جنابك انت دفاع مدني، الاخوان اللي ورا الكواليس دفاع مدني، كل من في محله في بيته. نعم. يختار يوم من ايام الشهر، يعني يفضل انه يعني راس الشهر حتى يعني هسه هو مستلم راتب يقدر. نعم. يسوي صيانه للاسلاك وصيانه للاجهزه راسلها بالسنه مره ما نشوف بعد حريق. فنختار يعني هذا يوم للدفاع المدني في بيتك، حتى في سيارتك، حتى في الاسلاك هاي المتهالكه، اختيار الاجهزه الكهربائيه، رصينه المنشأ، هذا كلها يساعد من تقليل. ايضا ننصح المواطن انه لا ينسى رقم الدفاع المدني اللي هو 115، ولا ينسى انه يقتني مطفئه حريق داخل. يراد لكم زيارات دوريه لاغلب المؤسسات الحكوميه تفحصون بها ذني؟ زياراتنا مستمره ولم تنقطع، تجاوزنا على الوقت. زياراتنا مستمره طيله ايام السنه ان شاء الله. مسؤول اعلام وعلاقات الدفاع المدني العقيد رحمن حسين مهدي، اشكرك جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا لجلالك. الله يبارك فيك. اذا مشاهدينا، ختام حصادنا بموجز يلخص ابرز اخبار اليوم.